السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة قناة كما قلت، اليوم عندنا شرح عن أنواع وأنواع ألوان المكعبات. يعني خلينا نقول الحين في بعض التانين تحتاج لها المكعبات معينة، كيف تجيب ألوانها إذا بغيت تبني بيتك وزي كذا، فتحتاج ألوان معينة. في ألوان أساسية تحتاجها في بعض التانين يعني، وفي أشياء ثانية اللي هو أشياء البناء. في الألوان الأساسية في اللعبة يعني زي الأحمر زي الأزرق زي البنفسجي زي الرصاصي زي اللي هو الجراي ذاك، هذه كلها يعني خلينا نقول شو نسوي، يعني خلينا نقول تحتاج في عملية البناء. يعني إذا أنت بتبني بيتك زي كذا زي بيت كذا أو تبغى تحط بلك شفاف، فعندك الآلة هذه تمام. تجي هنا، في هنا اللي هي تجي بلكات تمام. يعني هذي الحين هذا يجي شفاف، هذا القزاز. بس واحد بس هنا صرت واحد زين. وفي هذا يجي ينور، مثلا افتراضا ينور كله نور زي كذا. وهنا الاورجانيك يعني تحصل، يعني هذا شفت الثلج اللي بعض المناطق يزلق، هاي اصنع واحد زيه يزلق برضه. فخلنا اوريك هنا، نطلع تمام، نجي هنا نط كذا سام فوق. شوف هنا هذا شفاف، بنحطه هنا شفاف، نحط هذا اللي نوه وهذا اللي زلق زين. شوف نجي هنا، شوف هذا البلك، شوفون كيف شفاف، شوفون يعني من وراه كيف تشوفون تشوفونه بس يعني اقل وضوح. هذا الثاني زين، هذا يكون ينور، يكون كان في لمبه كذا شوف. وهذا طبعا هذا اللي يزلق على اخري، هذا يعني شوف هذا، شوف كيف الشخصيه تزحلق شوي شوف. بينما هذا شوف هذا، شوف هذا شوف كيف هنا مستحيل، هنا مستحيل يزلق. شوف هنا بس هذا كيف راح يزلق، شوف كيف انا وقفت، شوف كيف. فعندك انواع البلوكات هذه كيف تجيبها، كيف تجيب البلوكات هذه عشان انت اذا انت بغيت يعني تبني بيتك وزي كذا. عندك لا اله الا الله، ايش يسمونه، طبعا هذه كلها الالوان الاساسيه وزي كذا. لكن بس في مكان يعني دائما تصنع زي كذا، في الوان يعني يمديك تجيبها منها تمام. طيب الحين انت اذا بغيت المكعبات هذه بكل الالوان وكل الاشياء هذه تمام، وش تسوي؟ عليك تصنع شيء نفس الآلة هذه. كيف تصنع الآلة هذه؟ أو شيء تيجي الآلة هذه تصنع منها الآلة هذه ممتاز. بعدين إذا جبت الآلة هذه تخش جوا هنا، تيجي عند اللي هي هذه، تيجي تصنع الآلة هذه، تجيب البلانك. طبعا كل هذه المواد أنا شارح عندي بقناة، أدخل قناتي وبتحصلها يعني المواد هذه. أو بحط لكم إشعار فوق كيف تجيبون الأشياء هذه ممتاز. بعد ما تصنعها تجي هنا تدخل في الآلة هذه، هذا يقول لك انك يعطيك البلكات العادية حلو. جيب البلاك والكريستلات كلاود والريديانت شارد تمام، تصنع منه حقة الصفة هذه. خلينا نقول تحتاج تصنع منه حوالي، شوف مالي كم، ظهرنا 70 او شيء زي كذا، مو 70 ممكن، ممكن 70 حبة، ممكن 70 حبة عشان بس تخلص ذا. بعدين تجي هنا هذا اللون الثاني، هذا يقولك البلكات الشفافة. وهنا البلكات تجي اللي هي زي هذه ملتك، شوف تجي اللي هي هذه، هي البلكات هذه تجي أقل، كأنها خلينا نقول لون مطفي شيء زي كذا تقريبا. تجي هنا الثالثة، هذه البلكات اللي تنور تمام، وهذه البلكات اللي يجي فيها أشكال ملخبطة يعني زي اللي هي هذه، شوف تعال حنوريك إياها، هذه زي هذه، شوف هذول المخبطات كذا الوان مشخبطه ومن كيف، هذا هو الشيء اللي عليه. بعدين تنزل عندك اللي بعدها هنا بس، عندك الثالثه هذه، عفوا الرابعه هذه والخامسه تمام. هذولي تصنعون ستايلات الاسلحه، يعني اشكال اسلحه وزي كذا. فهنا نقول هنا اشكال القبعات، وهنا اشكال الوجه، وهنا عندك اشكال السيوف، وهنا اشكال المسدسات، وهنا اشكال الستاف حق الساحه ذاك، وهنا اشكال الاقواس. ف
وهنا عاد الكتب حقت الكتب حقت المعارض ذيك وزي كذا يعني هذا كتاب حق يعطيك روبوتك سالفج هذا كتاب يعطيك الفطر هذا كتاب يعطيك طقع انفينيوم هذا كتاب يعطيك ال اسمه ذاك ليش بالدايمون ذاك هذا يعطيك الشيب ستون هذا يعطيك فلوكس بس هذا التاني يعطيك فلوكس ما يعطيك الا بس 100 يعني مره شوي وهذا يعطيك قلم ممتاز وهنا يعطيك هذاك اسمه الكنبار اللي هو الاحمر ذاك تصنعون في الخواتم الخواتم فاصلحكم تصنعون الاله هذه وتطورونها وتخصصون كل شيء فيها وتصنعون كل شيء فيها فعشان يعني تفعون مستوى اول شيء وبالمره اللي يعني يبغى اللي يعني خلينا نقول اللي يبغى يبني بيت فنان فعندك عندك المواد هذه اذا انت ما بغيت تصنع الاشياء هذه في الوان معينه تمام يعني زي البنفسجي زي شوف الحين زي هنا الحين هذا يعطيك الجراي اللي يعطيك شوف خلنا نطلع لك الحين شوف انا الحين كسرت منه واحد هذا هو تمام شوف انت تكسره هنا يصير لونه ابيض زين لكن اذا بغيت تحطه هذا هو اللون الاساسي حقه فانت تجيبه هنا وتدخله جوا الماكينه وتحوله ابيض فهمت عندك هذا الثاني هذا يعطيك الازرق الحين لو تروح لنا اذا احنا ما نطقط الثلج يعطيك اللون يعطيك اللون هذا اذا انت كسرت هذا اللون السماوي ذا يعطيك هذا شوف يعطيك هذا اللون حلوين الحين انا بقول من وين يجيبون البلكات هذه من وين يعني وين مناطقها وين الاشياء هذه احسن فخلونا نرجع للهب مره ثانيه حلوين تروح عند ال تجي هنا عند حقه العوالم عندك هنا يعطيك على حسب لونها فيها اخضر فيها برتقالي شوي الظاهر وزي كذا فخلنا نشوف طبعا شوف هنا تخش المنطقه هذه بتحصل فيها الاخضر والظاهر وتحصل فيها رصاصي ويمكن تحصل فيها برتقالي لان الوان شجره برتقالي فبتحصل منه الوانها الاساسيه يعني فخلنا ننتقل الحين ونشوف يعني طيب الحين وصلنا منطقة الهايلاند اللي هذه تمام فالبلكات اللي تكسرها هذه تعطيك اللون الأخضر تمام واللي تحتها هذه اللون الرصاصي حلوين لكن تشوفون في ألوان هناك من تشوفون هناك لون فاتح اللون الفاتح هذا يعطيك جوا يعطيك لون برتقالي فشوف كيف اللون الغامق هذا يعطيك رمادي لكن هذا جو يعطيك برتقالي تشوفون كيف برتقالي جوا وفوق اللي هنا هذا اخضر تشوفون كيف طيب الحين خلاص الحين برتقالي ورصاصي والاخضر تمام عندك بعد منطقه ثانيه فيها احمر اللي هي منطقه النار فهي تعطيك ال نقول يسمونه اللون الاحمر يعني اللي انت تبغاه هناك. طيب الحين عودنا مثلا الهب مثل ما قلنا الثلج تعطيك الرصاصي وتعطيك اللون الازرق. ممتاز؟ هنا تعطيك البنفسجي ولون ثاني. هنا يعطيك برتقالي مره كثير لان هنا برتقالي مره كثير هنا برتقالي. وعندك الله الاصفر بعد. اتوقع تعطيك هنا بعد. خلينا نخش هنا خلينا نشوف. اتوقع هنا اتوقع هنا في منطقة الكوست فالي فيها الاصفر وفيها البنفسجي نفسه يعني فيها كل الاثنين فهو اول ما تخش على طول روح كسر الارضية نفسها كسر الارضية اللي قدامك بتحصل فيها الالوان هذه شوف الحين عندنا هنا هذه بنفسجية شوفون كيف هذه بنفسجية بكات بنفسجية اوكي وهنا هذه بكات صفر كيف هذه البلكات صفراء في منطقة الكوست فالي تعطيك البلك الصفراء والبلكات النفسجية إذا أنت تبغى البلكات الحمراء تمام زي ما تشوفون نروح منطقة البراكين هناك بنلقى أحمر كثير مرة طيب إحنا نبغى اللون البرتقالي ونبغى اللون الأحمر تروحون منطقة الصحراء هذه فتخشون هنا بتكون جواها اللونين إحنا نحتاجهم اللي هي البرتقالية والأحمر فبكذا يكون احنا غطينا تقريبا أغلب الألوان الأساسية اللي هي الأخضر والأزرق والرصاصي والبرتقالي والأصفر والأحمر بكذا نكون احنا غطيناهم كلهم فشوف تجي هنا تمام الطبقة الأولى تكون تعطيك
اللون الاحمر تمام. ممتاز. الطبقه الداخليه هذه برتقالي، شوف كيف. الطبقه الاولى الفوق هذه تعطيك احمر، والطبقه الداخليه تعطيك اللون الثاني. هذه الطبقه الاولى تعطيك الاحمر اللون اللي تبغاه، ممتاز. وهنا تحت هذه تعطيك اللون البرتقالي مثل ما قلنا. فهنا متعاكسه موضوع ال شو ذا، هنا متعاكسه. الاولى هي الحمراء تمام، لكن الثانيه هي اللي تكون برتقاليه. شوفون كيف، كيف احمر كيف. كل البكات تجينا حمراء، شوفون كيف. بدي اكسر هنا برتقاليه، ما عليك باللون اللي تكسره، عليك باللون اللي يجيك. شوف اللون هذا برتقالي احمر. وبكذا خلاص خلصنا تقريبا يعني كل الالوان الاساسيه. زي ما قلت لكم اذا تبغون الالوان ذيك الاضافيه ذيك الثانيه، ما لكم الا تصنعون ذيك المكعبات تتعلمونها عشان بس تصنعون يعني انواع البلكات اللي انتم تبغونها. وبحط لكم جميع المواد الثانيه، بحط لكم في اشعار فوق في اول مقطع اشعار فوق فيها كل مقاطع اللي انتم تحتاجونها عشان تخشون تصنعون المكعبات هذه، تتعلمونها عشان تصنعون المكعبات اللي انتم تبغونها عشان تبنون يعني بيت جميل او بيت حلو، يعني اللي من الاشياء اللي انتم تبغونها يعني. فيعطيكم الف عافيه متابعه، نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.